صحيح. يعني بعض الناس يزور المقابر حتى يشرك بالله عز وجل، يدعو الأموات من دون الله، ودعاء غير الله شرك بالله. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أوليائي، وقال إذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. ولذلك تجد أهل البدع عندهم من الشركيات الشيء الكثير، التعلق بالقبور، التعلق بالصالحين، التعلق بالأولياء، هذا منذ القدم. ففتنة القبور فتنة عظيمة. بعض الناس يزور المقابر حتى يسرق، ربما يسرق الجثة نفسها، ربما يسرق أموال، لأن بعض الناس ربما يضع الأموال ولا الذهب مع الميت، هكذا عندهم اعتقادات. فمن الناس من ينبش القبور ويسرق الجثث، هذا موجود، لكن وهو أمر بشع جدا، ولا لا يحفر القبر حتى يسرق الميت. بل يعني سمعنا أن بعضهم ربما يذهب وينبش الجثث الحديثة، حديثة الدفن من النساء، وربما يرتكب الفاحش في الأموات. لكن هذا شنيع ولا لا؟ أشنع منه ماذا؟ أن يدعو الميت من دون الله، لأن إذا دعا الميت من دون الله ماذا فعل؟ أشرك بالله. بينما فعل تلك الأفعال قد عصى الله عز وجل وأتى بكبيرة، لكن أكبر الكبائر على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل. وهذا ما لا يستشعره كثير من الناس، قد يعني يستبشع جدا بعض المعاصي، وحق المعاصي كلها بشعة وكلها قبيحة، وكيف لا تكون قبيحة وهي معصية لله عز وجل. وكما قيل لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمتي من عصيت. لكن أشد من هذا كل ما ذلك الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل، الشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فذلك لما سأل المسعود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، ماذا قال؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. الشرك أشد من قتل الولد. ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، أشد من الزنا. لابد المسلم أن يستشعر هذا الشيء حتى يخاف منه خوفا شديدا. إذا ما خفنا من الشرك ربما نقع فيه، إذا استهنا به ربما نقع فيه. وذلك إبراهيم عليه السلام ماذا يقول في دعائه؟ هو الذي حطم الأصنام، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يجعله في جانب وعبادة أصنام في جانب، معنى هو الذي حطم الأصنام. لأن كما قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ضلاء المبين. ومن إنه قال جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا أعظم ضلال وأبعد ضلال، أن الإنسان يشرك بالله عز وجل. لئن أشركت أحبطن عملك، والله ما قال لئن سرقت ليحبطن عملك، لئن زنيت ليحبطن عملك، ما قال لئن أكلت الربا ليحبطن عملك، ما قال لو أكلت مال اليتيم ليحبط، قال لئن أشركت. فخطير جدا، يجب علينا دائما أن نتذكر أن الشرك خطير حتى لا نقع فيه، حتى نكون حذرين منه كل الحذر. نعم.